إذن هناك إجماع على اختيار وليد لحراسة المرمى. أرجو قبول اعتذاري فأنا لن أشارك. لا تكن متسرعا يا رعد، لم يعد وليد من ألمانيا بعد وقد لا يصل في الوقت المناسب. ليس هناك من هو أجدر منك الآن لحراسة المرمى. لقد اعتذرت وانتهى الأمر. لا يمكن. فوزي، ما الحكاية؟ أخبرني. لا بد من معرفة السبب الذي دفع رعد إلى الاعتذار ورفض محاولاتي لإقناعه أيضا. رعد، صارحني، ما الأمر؟ اسأله. لقد سمعته البارحة يتحدث إلى وليد هاتفيا طالبا منه القدوم في أسرع وقت. أرجوك فهمني يا وليد، عليك أن تحضر فورا وإلا سأضطر إلى تكليف رعد بحراسة المرمى في التصفيات الأولية لكأس العالم. وليد؟ إذن كن مستعدا لخوض مباريات التصفيات النهائية، لكن إياك أن تتأخر عن الموعد المحدد. لماذا يستخف بقدراتي؟ ألست جديرا بحماية مرمى المنتخب في التصفيات النهائية؟ يعتقد أنني لا أملك الكفاءة اللازمة التي تؤهلني لخوض التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم. لم أقل ذلك. إذن أخبرني من سيتولى حماية مرمى المنتخب في التصفيات النهائية. أنا أم وليد؟ أرأيت؟ هل تأكدت الآن من صحة كلامي يا سيد حازم؟ أرجوك اهدأ، ليس هناك من هو أجدر منك الآن. إما أنا وإما وليد. لن أقف مع أي حارس مرمى في موقع واحد. ما قصدك؟ قصدي واضح وضوح الشمس. إذا انضم وليد إلى معسكر التدريب وأثبت جدارة في اللعب تفوق جدارتي، سأرضى بوضع الحارس البديل ومن دون تذمر. لن أرضى بغير ذلك. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وأنا واثق من تفوقي على وليد عند أي اختبار. ليكن قرارك عادلا أيها المدرب. لست مقتنعا بقراراتك العشوائية أبدا. توقف يا رعد، اترك. ولكننا بأمس الحاجة إلى جهود حارس خبير مثل رعد. أعرف ذلك جيدا، ولكن غروره بنفسه جعلني أفقد الثقة به. سيقف الغرور حائلا بينه وبين النجاح. كابتن ماجد، هل جئت لتشارك في التصفيات الأولية لبطولة كأس العالم؟ طبعا بالتأكيد. كابتن ماجد، لدي سؤال، ترى هل تعرف ماذا يدور الآن في معسكر التدريب؟ لا، لا أعرف. أرجوكم دعوه يأخذ قسطا من الراحة. تفضل. توقف. ها قد عاد ماجد من سفره البعيد. لن يتمكن من هزيمة منتخب الجبل الأصفر مهما حاول. أكيد سيواجه خصما عنيدا. نحن الأقوى. سينوب منتخب الجبل الأصفر عن منتخبات المنطقة في حمل كأس البطولة. هيا فلنرحب بماجد. هيا انطلق. كل مستعدة يا ماجد. لا أخبرني يا كابتن، هل أنت على ما يرام؟ نعم. ترى ما السر الكامن وراء مثل هذه التصرفات السخيفة؟ يبدو أن هناك رسالة ما. لا أستطيع فك رموز هذه الأحرف الغريبة، أظن أنها لغة الجبل الأصفر. الجبل الأصفر؟ لم يعد هناك أي فائدة من قدوم ماجد. لن يستطيع القيام بواجبات أعضاء المنتخب إضافة إلى واجباته الأساسية. تدريباتك القاسية أرهقت الجميع. قد نستطيع مجاراة بعض الفرق، لكننا سنهزم أمام منتخب الجبل الأصفر. لابد من إعادة النظر بأمر بسام. علينا ألا نفرط بقدرة هذا اللاعب الفذ. ستشكل عودة بسام خرقا في الخطة. سأدعوه لكن ليس الآن. أعذرني أرجوك. معقول؟ آسف، جئت لأعلمك بوصول ماجد. وأين هو الآن؟ في ملعب التدريب. ها؟ ما هذا؟ ما بكم؟ أهلا بك. هل عدت؟ انهض يا عمر، انهض أرجوك. ماذا حل بكم يا أصدقاء؟ أين ياسين؟ أين بسام أيضا؟
ماذا جرى في أثناء غيابي؟ ماجد! أستاذ حازم؟ ما هذه الحال الغريبة التي يعاني منها أصدقائي؟ وأين باقي اللاعبين؟ أين بسام؟ أين ياسين؟ أين هم؟ استبعد المدرب فوزي 7 لاعبين من أعضاء المنتخب ومنعهم من المشاركة في المعسكر التدريبي. لن يشارك بسام وياسين والأخوان شوقي إضافة إلى حيان وفراس وحسن في التصفيات الأولية، ولن يتراجع المدرب فوزي عن قراره. ورعد؟ لقد انسحب رعد من الفريق بمحض إرادته. حتى رعد؟ لا نمتلك الآن منتخبا قويا، تلك هي الحقيقة، ولكن هناك أمل وحيد. أخبار مؤسفة. لا أبدا، سنعتمد على مهارتك في اجتياز المرحلة الأولى من التصفيات الأولية يا ماجد. من أنت؟ أنا المدرب فوزي، المشرف العام على تدريبات المنتخب. كنت مجبرا على استخدام القسوة معهم ولن أتراجع. ها؟ شعرت أنهم غير قادرين على حمل أعباء المنتخب منذ اللقاء الأول فقسوت عليهم. انظر إليهم، لم يتحملوا تدريباتي أيضا، وهذا دليل ضعفهم. لكنني أثق بك يا ماجد. لا تيأس، ثق بهم أيضا. أصدقائي ليسوا ضعفاء. هيا انهضوا جميعا، هل ستفرطون بالحلم الكبير؟ مستحيل. ألم نتفق منذ الطفولة على بلوغ حلمنا هذا رغم كل الصعاب؟ قفوا، هيا انهضوا أيها الأبطال، انهضوا جميعا. أشعر ببعض التعب لكن قلبي صلب كالحديد. إذن هيا. أيعقل هذا؟ سننتظر عودة ياسين وبسام، لن نفقد الأمل، سنخوض التصفيات النهائية معا. سنبدأ من جديد وكأن شيئا لم يكن. ما زلت أمتلك المزيد من القوة والعزم. نحن مستعدون يا ماجد. هل يحملون في قلوبهم كل هذا الوفاء؟ كيف استطاع ماجد شحذ هممهم بمثل هذه السرعة؟ جئت إليكم لنحمل معا كأس بطولة العالم لكرة القدم، هل أنتم مستعدون؟ طبعاً. عودة ماجد إلى أرض الوطن أمنية طال انتظارها، لكنني ما زلت بانتظار عودة بطل آخر. صباح الخير. أهلا بك يا غريب، هل ستعمل في مسح الأحذية ثانية؟ لما لا تبحث عن عمل آخر؟ مسح الأحذية مهلة متعبة. لا تشغلي بالك، أنا لا أشعر بأي تعب. إلى اللقاء. ما زلت أعيش هنا رغم كل الظروف يا ماجد. لم يقتنعوا بمهارتي في بداية الأمر، لكنني أجبرتهم على ذلك في النهاية. حاولوا إبعادي مرارا، لكنني بقيت مصرا على تحقيق هدفي الذي رحلت إلى بلاد الغربة من أجله. عملت في مسح الأحذية لأوفر مصروفي اليومي، لم أجد عملا آخر، لهذا قررت متابعة العمل في هذه المهنة ولو لفترة وجيزة. شكرا لك. لا أريد أن أراك هنا ثانية، مفهوم؟ مفهوم، شكرا لحسن الضيافة. بعد عام ابحث عن عمل مناسب. سأحاول، ولكن أين سأعثر على فرصة عمل؟ شكرا. أهو أنت؟ وليس هناك فرصة للعمل في مسح الأحذية. لماذا غبت عني مدة طويلة؟ انظر إلي جيدا، ربما تذكرت اللقاء الأول بيننا. ماذا؟ أما زلت تحتفظ بصندوقي؟ نعم، تفضل خذ صندوقك. لا أصدق هذا، هل احتفظت به مدة سنة كاملة؟ أجل، وقد اكتشفت أن مهنتك مربحة جدا لكنها كثيرة التعب. هل أنت جاد؟ هيا اقتربوا مني يا أولاد، يحق للكبار أيضا متابعة العرض الفني القادم. تعالوا وشاهدوا حركات الرياضية المدهشة. هيا استعدوا، سيبدأ العرض بعد لحظات. ستشاهدون الآن بعض اللمحات الفنية التي يعجز عن تنفيذها أمهر اللاعبين. تعالوا لنشاهد معا ما سيفعله غريب. تعالوا يا أولاد. ماذا سيفعل؟